محل توضيب لجماعة الإخوان وجماعة الخميس تلفزيون. طبعا يا إخوان مفيش حاجة أحسن من الكورة بعد الإسلام الصبح. مش مجرد إنك تقول عشان تصلي المسجد الصبح. المسجد الصبح أحلى من الكورة بعد الإسلام الصبح. مفيش بيت ولا محل توافق عشان يبقى صاحي الإمام. ماشي؟ مفيش واحد في حصن من الإخوان المسلمين وبيت عشان الإمام Thank you.
كان عندنا المحافظة الوحيدة هي الإخوان، مفيش شكلها حل علينا. إحنا نعرف المميزات، إحنا مستهدفين ربنا وربنا مستهدفين ربنا، إحنا كلنا أصلاً في الدنيا سوريين، كلنا كلنا مسلمين من قبيلة غزة. مش إحنا بنحاول مصر. لا يصلح طبعاً إن إحنا نشتغل هذا الشغل ده حاجات مهمة حاجة، وإحنا ما ينفعش إلا في تنظيم السنة. وهي في الدنيا بعيدة. أنا بحب إن هي شمال حتى الزراعة والمصري، شمال ده مش عارف. ونحب نحصل في مبنى المساحة. وما تنهارش. عندنا ملاك حضرتك من كلام على طول بعيد، عندنا مرشح لإمام، وعندنا أصوات فكرة المصلحة متقابلة متوجهة، محدش فيهم حضرتك بيقدر يعني يتصدى لينا أو يقابلنا حد. طيب نبدأ نقدم في المصلحة قد إن شاء الله في محلات وبيوت وأعضاء من جماعة الإخوان، وهنشوف ده في تخطيط تلفزيوني سبعينات، وهنزعلكم مساء اليوم. إن شاء الله أنا نحن نفيها في مجال القرآن يجب تكون العظام الأعضاء الحديث لديهم كل الأعضاء وقائد جماعة الإخوان يعني طلقوا منازلهم في هذا اليوم مساء أمس خوفا من بطش الأهالي وخوفا من غضب الأهالي. طيب شاهد العربية شهيد محمد منصور عبد الرحمن وحب منصور وعبد الرحمن وزينا بقولين يعني دائما الطهاري جدا من التعازي في التعامل مع الشهداء يعني ابنة شهيد وعطيكم من المجتمع كله يحتفي به الأهل الأمير عبد الرحمن. يعني شهيد مثلا 25 كمان يوم راح يصب 25 لكن راح يصب علشان ما بدي بطل الشهيد عمود حتى مزيني وميري طبعا كان بيلغي عمليات التجميل عشان يبدا حياه عمليه جديده. عارفين ان الشباب نهايه مرحله التجميل عندهم بتبقى يعني هو ادى الواجب الوطني وبالتالي يستعد لحياه جديده، فبيبقى عنده نفس الحياه متقبل هذه المرحله الجديده من الحياه اللي ينتقل فيها الى بدايه البناء للمستقبل يعني. طيب ابنك كلمك في الفترة اللي هي قبل اختيارهم قبل استحداثهم وهي كان معاها زمان وهي بتعامل معاها زمان وهي I'm
I'm sorry.
استعلام شعبكم بجمع بيانا الشهيد محمد منصور قدر شخصاتك الشهيد محمد منصور يعني الأرض بشوفه حتى يعني بيتعزل في ابنه وهو يشاهد صوره لأنه ابن الشهيد ده كان هيبني مستقبلا جديدا لكن للأسف الشديد القتلة والسفاحين أعدوه لأبيه سلاح يوسف حسن ربنا يصبره أنت شايف المسلمين دول عن طريق Thank you.
محتاج مجهود عملي وعب عالي. الناس اللي بتشوفها أفراد الشعب ناس يكتب لها من هذا الشعب مش كمان ولا من الأمرية اللي محتاج عدد متعلي I'm not sure if I'm going to be able to do that.
I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next one.
I'm going to attack him in the
حاسس إن كتر حاسة فاهمة لازم أرتكب هذه المسبحة أنا أسبح كثيرا على الناس بصراحة أسبح القناة على رسول الله يعني إيش سبحان مش هيبان لما إخوات سابقا هم أصدروا الدمار في المعزة ما قد يسمى به ويتبين المعزة المعزة يقول الله يعني ما يؤمن به من يسير المشي فهم قاطع على الإيمان الإيمان I'm going to go to the hospital.
I'm not sure if you're going to be able to do that.
I'm sorry.
Thank you.